انتهت فترة الراحة ما بين الكوارتر الأول والثاني. نستأنف اللقاء، تصويب من خارج قوس الثلاث نقاط، لكن المتابعة الدفاعية الناجحة. سعدية 35 ثانية، تصويب من خارج قوس الثلاث نقاط، إسلام عباس. 9 دقائق 31 ثانية. طب بالدوين خارج الخطوط غير راضي عن الأداء. مقطوع زيد عباس. صوص باونس باس ولكن ووكينج ضد اللاعب زيد عباس. استمر الفرق 9 نقاط لمصلحة المنتخب الأردني في آخر 9 دقائق و10 ثواني من زمن الكورتر الثاني قبل انتصاف هذا اللقاء. زون ديفنس والحالة الدفاعية للمنتخب الأردني والتصويب من خارج قوس الثلاث نقاط أحد المميزات للمنتخب الفلبيني في هذه البطولة. زيد عباس باونس باس رائع 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 رائع، ما أجملها هذه الهجمة، ما أجملها، ما أروحها هذه الهجمة للمنتخب الأردني. منتخب النشامة يبدع في هذه الهجمة، تمريرات متقنة ونهاية بإحراز نقطتين. 67% نسبة المنتخب الأردني في إنهاء الهجمات من أسفل سلة المنتخب الفلبيني، و0% 4 محاولات بدون نجاح في المواجهة من جانب المنتخب الفلبيني. السوسي يرتكب خطأ شخصي. ارتفع الفارق إلى فارق 11 نقطة ولكن يظل فارق 13 نقطة هو الفارق الأقصى للمنتخب الأردني في هذا اللقاء حتى الآن. باوس باوس. خطأ شخصي بالفعل. أركوس يرتكب خطأ شخصي في محاولة للمتابعة الهجومية. نشوف مع حضراتكم هذا الارتقاء والدفع واضح، الدفع بكلتا اليدين، دفع مزدوج من ماركوس. وسام الصوص. اسلام عباس. زيد عباس. باونس باس. اسلام عباس. كيك اوت. هل يفعلها الصوص؟ لكن المتابعه الدفاعيه، ماركوس والمتابعه الدفاعيه. فرق 11 نقطه مستمر الدبل سكور، نتيجه المضاعفه لمصلحه المنتخب الاردني في هذا اللقاء. ايضا مخالفه المشي بالكره المنتخب الفلبيني في اسوا حالاته في هذا اللقاء. والتغييرات مستمره من المدرب ترومان من خارج الخطوط. جابيث اغويلار لاعب رقم 9 يظهر لأول مرة ضمن خماسي المنتخب الفلبيني. تصويب من خارج قوس الثلاث نقاط، رشيم رايت المتابعة الدفاعية الناجحة. 7 دقائق 36 ثانية على زمن انتهاء الكورتر الثاني. سومسكوف. اسلام عباس. الصوص. اسلام عباس ارتكاز خلفي وجام شوت. وزيد عباس المتابعه الهجوميه الناجحه. وسام الصوص. تصويب من خارج قوس الثلاث نقاط والجميع يبحث عن تصويبه ثلاثيه. ماركوس. ست دقائق 54 ثانية. كيك اوت والمرور والمتابعة متابعة هجومية والهوك شوت
والتدخل من زيد عباس، ووسام الصوص يخلص الموضوع بدقة في الدريبلينج. لاشيم رايت اسلام عباس، كاس خلفي وهوك شوت ناجح، ضحك على الجميع اسلام عباس، ضحك على الجميع في الكره الماضيه. اسلام عباس يعيد فرق 13 نقطه والفرق الاقصى للمنتخب الاردني في هذا اللقاء. نسبه التسديدات الثلاثيه وايضا نسبه الفيل جولز 57% للمنتخب الاردني، 9% فقط لمصلحه المنتخب الفلبيني. تيرن اوفر تلو الاخر، وتحيه من خارج الخطوط لتاب بالدوين للناحيه الدفاعيه للمنتخب الاردني. اوتسايد عبد الله بورا، سابسكوف سابسكوف، زيد عباس، محاولة للدوران من البيز لاين ولكن خطأ شخصي. شابث أجويلار يرتكب خطأ شخصي، اللاعب رقم 9. عبد الله بورا، سابسكوف سابسكوف، جاب شوت، المتابعة متابعة دفاعية، محاولة للفاست بريك للمنتخب الفلبيني. مخالفة المشي بالكرة في اللي يعني لا واضحة واضحة ضد اللاعب تاو لافا، جاب شوت ولكن المتابعة متابعة دفاعية. آخر 5 دقائق و 18 ثانية من زمن الكورتر الثاني. زيد عباس جام شوت، والمتابعة متابعة دفاعية للاعب رقم 6 كاسيو، جوزيف كاسيو، حاول للتصويب، والمتابعة الهجومية من اللاعب تاو لافا بدون نجاح. وفرق 13 نقطة مستمر، وانتصف الكوارتر الثاني، ويعجز المنتخب الفلبيني في احراز اي نقاط. وسام الصوص ينجح في احراز تصويبه ثلاثيه للمنتخب الاردني ليتسع الفارق الى فارق 16 نقطه لاول مره في هذا اللقاء. وترومان يطلب وقت مستقطع للمنتخب الفلبيني. انتهى الوقت المستقطع على تالا بوترومان، والفرق اتسع لاول مره الى فرق 16 نقطه لمصلحه المنتخب الاردني. كره مقطوعه ناجحه، راشيم رايت بدرايف ناجح وبقوه ايضا. وأولى نقاط المنتخب الفلبيني، 4 نقاط متتالية للمنتخب الفلبيني في أقل من ثانية ونصف الثانية.
ودائم الشكوى، دائم الشكوى ترومان من خارج الخطوط.